السلام عليكم. غدنا النهاردة بسيط واقتصادي جدا. معانا في أول وصفة ملح، فلفل أسمر، معانا كمان بصل مفروم أو متقطع صغير على حسب رغبتك، معانا أجنحة بتاعة الفراخ، رقاب بتاع الفراخ، معايا كبد وقوانص طبعا متنضفين كويس جدا جدا جدا. هنجيب الحلة ونحط فيها مادتنا الدهنية اللي تحبيها، وننزل بالكبد والقوانص الأول، نحط عليهم فلفل أسمر، نحط عليهم الملح، ونقلب تقليبة بسيطة، ما نقلبش كتير عشان مش عايزاها تنزل ميتها. وهنا لما غيروا لون نزلت عليهم بالأجنحة وبرقاب الفراخ، وبرضو هنقلبهم تقليبة بسيطة لغاية لما يغيروا لون كده، ونحط عليهم فلفل أسمر، نحط عليهم رشة ملح بسيطة عشان احنا حطينا في المرة الأولانية، وهنقلب تقليبة بسيطة. وهنا احنا شبه خلصنا أول وصفة، بس فاضل لها كده البصل المفروم وخلاص كده، يعني هنسيبها لغاية لما تستوي. ولو عندك بقى ورق غار، لو عندك حبهان، براحتك، الحاجات دي كلها بتعزز الطعم. هنقلبها تقليبة بسيطة ونقفل عليها. ومعانا في تاني وصفة في غدانا النهاردة هنعمل المكرونة بالصلصة الحمراء، بس بطريقة طعمة جدا جدا ومختلفة عن أي حاجة انتي أكلتيها قبل كده. معانا الملح، ومعانا الفلفل الأصفر، ومعانا برضو بصل مفروم، ومعانا فلفل أخضر، حباية حامي أو بارد براحتك، وطبعا عصير طماطم، وطبعا يعني المكرونة المسلوقة. هنجيب حلة على النار ونحط برضو فيها المادة الدهنية بتاعتنا. هنا انا حطيت زبدة، وهنزل اول حاجة خالص بالفلفل. نزلنا بالفلفل يا دوبك تشويحة بسيطة، نزلت عليهم بالبصل. هنا انا بقلبه كويس، هنا انا زودت الفلفل الاسمر وزودت الملح، وهنا انا زودت بس حبة زيت علشان يزود معايا المادة الدهنية بس اكتر. هنا اتغير لون البصل، نزلت على طول عليه بصلصة الطماطم وبرده شوية فلفل اسمر ورشة بسيطة ملح، وكمان رشة سكر ما ظهرتش في الفيديو، بس أنا حطيت برضو رشة سكر عدلت معايا الطعم جدا. هنا أنا هخليها تتسبك براحتها خالص، بصوا هنا اتسبكت، بصوا جمال لونها، ومش عايزة أقول لكم على الريحة، فعلا تحفة تحفة. هنا أنا نزلت بالمكرونة المسلوقة اللي عندي، هنا أنا بس هقلب فيها كده، هقعد أقلب فيها واسيبها كده 10 دقايق على النار. واي بقى حاجة خضرة كده للتزيين انتي وذوقك بتحطيها عشان بس شكل الاكل يبقى جميل كده والواحد بياكله. ودي كانت اكلتنا النهاردة، وبألف هنا وشفا.